حي على الفلاح. نوام عن أسمائي. أيها الإخوة، يا من تجلسون في منازلكم تنتظرون موعد الأذان لتفرحوا بإفطاركم وموائدكم تزدانوا بما رزقكم الله مما لذ وطاب من أنواع المأكولات والمشروبات المختلفة، يا من حرمتم طوال النهار من هذا الذي بين أيديكم طاعة لله وامتثالا لأوامره، يا من عشتم بكل وجودكم مع خالقكم ومولاكم طالبين الرحمة والمغفرة والعتق من النار، أيها الإخوة، الآن ينادى لصلاة المغرب. يرفع الأذان الشيخ فاروق عبد الرحمن حضراوي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا وحبيبنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان انطلق صوت الحق من جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة مناديا لصلاة المغرب، وقد باشر المسلمون هنا إفطارهم
على رطب وتمر وماء زمزم. وكما تشاهدون هذه الصور الرائعة التي تجمع الإخوان المسلمين ببعضهم وهم فرحين بإفطارهم ويبدو البشر على وجوههم، وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بصيام هذا اليوم 21. أيها الإخوة، إنها صور رائعة تنم عن الحب والإخاء والتوادد فيما بين المسلمين. يا من تشاهدوننا، هذا هو الإسلام، هذا هو الحب والإخاء. يا أخي المسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن هم عبدي بحسنة فاكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها، وإن هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها فاكتبوها حسنة. وجاء في الحديث أن رجلين يقفان أمام الله تعالى، أحدهما لا يملك إلا حسنة واحدة، والآخر تنقصه حسنة واحدة لدخول الجنة. فيقول صاحب الحسنة للآخر: يا هذا، إني داخل النار ولا تشفع لي حسنتي، فخذها. فيقول الله تعالى: كيف تكرم أخاك أمامي وأنا الأكرم؟ خذ أخاك وادخل الجنة. إلهي ما أكرمك، إلهي ما أرحمك، إلهي ما أعظمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير وإن الصوم يضعفك. فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على الطاعة أهون من الصبر على العذاب. أيها الإخوة، لقد خرجنا من شهر رمضان بدروس وتدريبات كثيرة، تدريبات يومية حسية ومادية، على الإحساس بجوع الجائعين والشعور بحاجة المحتاجين. وهو شهر الصوم وشهر التكافل الاجتماعي الذي يربي الفرد المسلم ليكون المرآة الصادقة له والنافذة الصحيحة لاستشعاره، إذ لا يمكن للإنسان المترف مهما كانت دعواه عريضة أن يحس بصدق وحسن تقدير لحاجة الفقراء وبؤس الضعفاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فالضعفاء عدة النصر والدفاع عن الأمة وعدة الكسب وسواعد الإنتاج. أيها الإخوة، وتتنقل الكاميرا بحضراتكم من مكان لآخر في أطهر وأقدس بقاع الأرض، وفي المسجد الحرام في مكة المكرمة، لحظات أيها الإخوة وتقام الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله الله
ربنا لك الحمد الله